الله على خيالك الله عشان العروسة كل القطرية فرحة أولاد النغية مع الشفاعة عليهم فرحة أولاد دكتور خالد النغية باشمهندس محمد خالد الليلة وأصحاب الليلة مع الشفاعة عليهم عشان البرنس وائل رافض أهلا بجنة البرنس محمد رافض أهلا براف البرنس رمضان رافض الفرحة المنتظرة بإذن الله البرنس أهل المتولي والبرنس أهلا براين بسكوتة بسكوتة الكبير وبسكوتة الصغير العزبة عزوة عزبة البرنس الأرض اللي احنا عليها أنا اللي العين صابتني يا قلبي بيا ورب العرش نجاني واللي معاه الرب ما يمرقلوش العرش ده أصل عمر اللي بيروح يا صاحبي في الأساس ما يرجع تاني لا بيشفي ولا بيطول قريب بديك القضية في الحتة الفاضية وشعرنا الخلاصة في الكراسة والفايدة في الفايدة واحمد حلمي طلع عايدة قول ابو علاء صاحب القريب يا مطرية مكان في الأساس حبيب عايز يدوسك عايز يعدك افهم مريح بأهلية بتقول المطرية بتقول القليوبية كل جماهير مصر العربية أصب عليك محترم أنا قلت الراجل الناقص يا صاحبي هيفضل طول عمره ناقص الصاحب الناقص يا اليومية هيفضل طول عمره ناقص وعمر الناقص ما بيزيد أما الراجل الشمال بتاع نقل الكلام لو فضل شمال مسير الشمال يغور في حبيب أنا وسامح المصري هنقول لك نصيحة بالشكل الجديد سعيد واحلى موتة في الدنيا موتة الشهيد احلى Thank you.
بس انا بقولها في اي مكان لو عزت تمشي راجل
راجل بمعيار الله لازم تمشي ولاد وكلنا ولاد ناس. ياريت محدش يزعل مني وياريت تعصروني. من الاخر الراجل اللي قاعد جنب راجل واللي ابوه راجل هيقوم يقف معايا ربع دقيقه. الكلام موجه للرجاله واسال واتصرف وقول لا اله الا الله. يا رب ما تفرح يا شيخ يا اللي ما تيأس. من الاخر ها